الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، ها هي الأيام تمر بنا سريعة، والأزمان والأوقات إنما تشرف بمقدار ما أودع الله فيها من صور التفضل على عباده. وشهر رمضان زمان لا يشبهه زمان، فهو الزمان الذي أودع الله فيه الكثير من العطايا الإلهية، والذي يقرأ أحاديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يستخرج الكثير من هذه العطايا. ففي رمضان النظر الإلهي والرحمة الإلهية والعفو والمغفرة والعتق من النار، وفيه الدعاء المستجاب، وفيه حدث كوني لا يحدث إلا في شهر رمضان، حيث تفتح أبواب الجنة وتغلق أبواب النار وتسلسل الشياطين. فلا تأذن لقلبك أن يستصحب ما من شأنه أن يكون سبباً في أن يمنعك من الحصول على هذه العطايا الإلهية، بل إذن لكل ما يكون سبباً في أن تنهل من هذه العطايا الإلهية. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، تنقل لنا حياة قناة الحياة في بث مباشر من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه شعائر صلاتي العشاء والتراويح، والذي يؤمنا فيهما فضيلة القارئ الشيخ محمد محمود سلمان الحلفاوي. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله، سووا صفوفكم واعتدلوا العشاء. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين.
وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد،
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلاة القيام أثابكم الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ونادى نوح ربه فقال رب إن بني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم، وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قيل يا نوح اهبط بسلام من وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم صل على سيدنا محمد الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني
أفلا تعقلون؟ ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى صلى الله الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المزمل، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على المدثر، صلى الله عليه وسلم، صلى الله صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. استقيموا واستووا يرحمكم الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين، إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون، واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم، فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا، إن ربي على كل شيء حفيظ. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. خاتم الأنبياء سيدنا محمد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولما جاء الذين آمنوا معه برحمة منا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد، جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد. وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلى ثمود أخاهم صالحا،
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وسندنا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين. وبعد، فمن أجل وأعلى وأفضل ما يتعامل به الإنسان مع مولاه حسن الظن في الله سبحانه وتعالى، خاصة في هذا الشهر الكريم المبارك الذي ما أمر الله سبحانه وتعالى فيه العباد بالصيام والقيام إلا ليرحمهم وإلا ليكرمهم وإلا ليغفر لهم. قال صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وقال مولانا في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. فأحسن الظن بربك أنه سيقبلك وسيغفر لك وسيرحمك، خاصة في هذا الشهر المبارك. لك أن تستبعد فضل الله وكرم الله ورحمة الله عليك أو على أحد من الخلق مهما كانوا ومهما فعلوا. قال الإمام الشعراني رحمه الله ورضي الله تعالى عنه: لا تستبعد رحمة الله على أحد من خلقه حتى لو كان عاصيا، حتى لو كان كافرا. قيل: كيف ذاك يا إمام؟ قال: أما العاصي فيرحمه قبل أن يموت، وأما الكافر فيرحمه الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالإسلام قبل أن يموت. ومن عجيب وغريب ما يحكى في هذا الأمر ما أورده الإمام ابن الجوزي بحر الدموع، أورد قصة عجيبة غريبة عن الإمام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه ورحمه الله. قال الحسن البصري: كان لي جار مجوسي، والمجوس هم عبدة النار، لا يعبدون الله سبحانه وتعالى وإنما يعبدون النار. قال الحسن البصري رحمه الله: كان لي جار مجوسي، إلا أنه كان حسن السيرة، حسن الجوار، حسن الأخلاق،
وانظر إلى أخلاق ومكارم الإمام الحسن البصري، لم يمنعه كفر جاره أن يعترف بفضله وحسن كرمه وجيرته وعشرته وخلقه. كان لي جار مجوسي، إلا أنه حسن السيرة وحسن الجوار وحسن الأخلاق، فدخلت عليه وهو يحتضر، ورجوت الله سبحانه وتعالى أن يميته الله على الدين وأن يقبضه الله على الإسلام، فدخلت عليه وقلت: يا هذا، كيف حالك؟ كيف أنت؟ فانظر إلى رد هذا الرجل العجيب الغريب. قال: يا إمام، لي قلب عليل ولا صحة لي، وبدن سقيم ولا قوة لي، وسفر بعيد ولا زاد لي، وقبر موحش ولا أنيس لي، ونار حامية ولا مخلص لي، وجنة عالية ولا نصيب لي، وصراط دقيق ولا جواز لي، ورب عادل ولا حجة لي. فتعجب الحسن البصري من كلام هذا الرجل الذي لا ينطق به إلا من عرف الله سبحانه وتعالى وعرف مآلات الأمور، فقال: يا هذا، إذن لماذا لا تسلم حتى تسلم؟ فانظر إلى الرد الأعجب والأغرب. قال: يا إمام، إن المفتاح بيد الفتاح، وإن القفل ها هنا، وأشار إلى صدره وكأنه يشير إلى قول الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، أي لن يخلق الاهتداء في قلب العبد إلا المولى سبحانه وتعالى. إن المفتاح بيد الفتاح، وإن القفل ها هنا، وأشار إلى صدره، ثم أغشي عليه. فتوجه الحسن البصري رحمه الله بالدعاء والتضرع والبكاء إلى الله سبحانه وتعالى، عسى الله أن يرحم هذا الرجل المسكين، قائلا: اللهم إن كان سبق لهذا الرجل عندك حسنة فعجل بها إليه الآن قبل فراق روحه من الدنيا وانقطاع الأمل، أي إن كان هذا الرجل قد فعل ولو حسنة واحدة في حياته فهو أولى بها الآن، فعجل بها إليه الآن. وبينما الحسن البصري يدعو ويتضرع ويبكي لله سبحانه وتعالى شفقة ورحمة على هذا الرجل، إذ بهذا الرجل يستيقظ من غفلته ويقول: يا إمام، إن الفتاح قد أرسل المفتاح، أمدد يدك أبايعك. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. فإذا كان هذا رجلا مجوسيا لم يستبعد من رحمة الله سبحانه وتعالى، فإياك أيها المسلم أن تستبعد رحمة الله سبحانه وتعالى عليك، وهو القائل سبحانه وتعالى: عبدي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي، يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر الله سبحانه وتعالى لنا، وأن يرحمنا، وأن يعتقنا من النار. اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اجعل جمعنا هذا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. ونسألك يا ربنا ألا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أشفعوا وأوتروا أثابكم الله، استقيموا واستووا يرحمكم الله. شفع. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى، صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. سبحان الواحد الأحد، سبحان الفرد الصمد، أوتروا أثابكم الله. الوتر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين،
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم بحق هذه الليلة الكريمة اغفر ذنوبنا. ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.